شوقنا ماذا نقول، فكلامنا عنه يطول. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى. نحن هنا أمام جبل ثور، أحد معالم طريق الهجرة النبوية، وفي قمته الغار الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق. لقد ضرب لنا الصديق أروع الأمثلة في العطاء والبذل والتضحية والفداء. حينما أراد أن يخرج ليلة الهجرة أخذ ماله كله ولم يترك لأهله شيء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: هل أنا يا رسول الله ومالي إلا لك. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لليلة من ليالي الغار عند أبي بكر خير من آل عمر. الله أكبر. الله، كم قضوا في الغار تقريبا؟ 3 ليالي. الله. هذا الجبل يقع جنوب مكة ويبعد عن المسجد الحرام 4 كيلومتر. هذا جبل كبير وضخم، يعني محيطه 10 كيلومتر. أدناه سهل لكن أعلاه صعب ووعر وصعب المرتقى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر صلى الله عليه وسلم حين رقوا هذا الجبل، أتدري كم كان عمره؟ 53 سنة. الله. وأبو بكر 51 سنة. الله. جبل ثور، يعني العرب قديما كانت في بعض الأحيان تسمي بعض الجبال بشكلها. نعم. فجبل ثور قيل أنه شبيه بالثور. نعم. ونلاحظ أنه كأنه هذا الرأس والظهر، وفي الطرف الآخر في الشمال الذنب بهذا الشكل. لو جئته من بعيد أكثر تجد وكأنه فعلا ثور متجه إلى الجنوب. سبحان الله. وفي رواية أخرى يقول أن ثور سكن رجل اسمه ثور سكن في هذه المنطقة. نعم. لكن في كلا المعنيين الصورة واضحة. نعم، واضحة جدا. نعم. بعد أن انتهت هذه 3 ليالي خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في طريقهما، وبعد يوم وليلة وقد أصابهم الإرهاق والتعب والشدة أويا إلى صخرة فيها ظل، فأتى أبو بكر رضي الله عنه وفرش للنبي صلى الله عليه وسلم، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب أبو بكر يطلب له اللبن، فرجع فإذا هو نائم، فقال: فخشيت أن أوقظه، فانتظر واقفا حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم برد له هذا اللبن بالماء ثم قدمه له. انظر الآن إلى قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يقول: قال: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. الله. رسول ارتويت. حتى ارتويت. الله أكبر. انظر الله إلى أكبر. هذا الحب. الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب وأبو بكر يرتوي. الله أكبر. أي حب الله هذا. أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة بالهجرة إلى المدينة المنورة، وجاء أبو بكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه للهجرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اصبر لعل الله أن يجعل لك صاحب. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: في يوم من الأيام جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت أبي بكر في وقت لم يعتد أن يأتي به، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، أذن لي للهجرة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، الصحبة الصحبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. تقول: فبكى بكاء شديدا من شدة الفرح، ثم خرج مباشرة إلى غار ثور، وجاءهم المشركون إلى باب الغار. يقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، لو رأى أحدهم موطئ قدميه لرآنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. عن شوقنا ماذا نقول؟